اولا لازم الناس تهدى ونعرف مصر رايحه لفين، ونعرف من هم اعداء مصر الحقيقيين اللي هم نفسهم يدمروا مصر وشوفوا مصر منتهيه. الثوره فوق دماغي من فوق وقامت وعملت اللي عليها ومشيت النظام بكل اللي فيه. يبقى لازم نتريث ونحط مصر في نصابها الطبيعي وفي قدرها وفي حجمها الطبيعي. هي العمود الفقري للوطن العربي الجامع. لو هدمت مصر لهدم الوطن العربي الكامل، وده اللي عاوزاه امريكا وده اللي عاوزاه اسرائيل. ليه الشباب او ليه الناس عموما بتتظاهر من الناحيه النفسيه؟ نمره واحد البعد الاقتصادي بلا شك. النهارده الناس عايزه تشعر ان هي عايزه تعيش. يوم انا ما جيتش ما يكفيني من معيشه شريفه هبدا اسعى الى هذا التظاهر. الدولة النهاردة في خطر. مصر مقبلة على كما قيل على ثورة جياع. والسبب الأول في هذا زي ما قلت البعد الاقتصادي. طيب عايزين النهاردة نقول للشباب عشان تحقق البعد الاقتصادي اللي أنت بتنادي بيه يا ريت نهدأ ثم نعمل. النهاردة الدولة بنقول رب العزة كما قال في كتابه العزيز الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. النهاردة عشان أقيم الدولة في هذا الكيان لازم عملية أن أنا أوفر الإطعام، وده البعد الاقتصادي. على جميع قطاعات الدولة أن تهدأ أن تعمل حتى تبني هذا البعد الاقتصادي اللي هو هيعوض الشباب هذا التواجد وحق التواجد في الحياة بسمة اقتصادية معيشية كريمة لكل إنسان. كل القوى الشعبية اتحدت ورفضت بقوة وبحزم. ده دليل ان احنا مش كتلة صمتة ولا حاجة، احنا ساحة الجد بنطلع وبنقول رأينا وبيبقى امر قاهر للجميع. بالامانة الشباب ده مظلوم، ما لقاش الجهة اللي تحتويه، ما جاش القيادة اللي تقعد وتوعيه. انا بقى كلها بامانة انساق ولقى جبهة مضادة هي اللي بتقوله وبتسيسه وبتوصله معلومات خاطئة. لكن احنا كدورنا كناس واعيين ان احنا نشكل جهاز نوصل للشباب في اماكنهم ونوعيهم بالحسنى. وبأحيي جهاز المسؤولين على المساجد، الأئمة لهم دور كويس جدا وقوي جدا. الناس المسؤولة لما ظهرت وقالت وطلعت وقالت الشعب كله استجاب.